هل القرش الأبيض هو وحش البحر المفترس كما يشاع؟ أم ضحية الأفلام والروايات المخيفة؟ ما هو القرش الأبيض؟ أين يعيش؟ ماذا يأكل؟ وما أهميته في المحيط؟ هذا ما سنراه في حلقة اليوم في برنامج كيف ماذا ولماذا؟ تعلم مع زكريا. السلام عليكم يا أصدقاء، أنا زكريا وهذا صديقي زيكو. واليوم سنغوص في أعماق المحيط لنلتقي بأحد أروع المخلوقات البحرية وأكثرها قوة. هل تعلم من هو؟ لا تخف، إنه القرش الأبيض الكبير. كيف ماذا ولماذا؟ دعونا نشاهد معا. ما هو القرش الأبيض؟ نحن الآن في وسط المحيط ننتظر القرش الأبيض الكبير للتعرف عليه. ها هو زيكو، هيا بنا. القرش الأبيض الكبير هو أحد أكبر أسماك المحيط، يمكن أن يصل طوله إلى 6 أمتار، أي ما يعادل طول حافلة مدرسية. له أسنان حادة حوالي 300 سن مرتبة في عدة صفوف، كما يتمتع بحاسة شم مذهلة، يمكنه شم قطرة دم واحدة في الماء من بعيد، وأجهزة استشعاره الخاصة تساعده على الشعور بالإشارات الكهربائية الدقيقة من الحيوانات الأخرى حتى لو لم يتمكن من رؤيتها. أين يعيش القرش الأبيض الكبير؟ يعيش القرش الأبيض الكبير في المحيطات حول العالم، لكنه يفضل المياه الساحلية الباردة، وغالبا ما نجده بالقرب من الأماكن التالية: جنوب إفريقيا، أستراليا، كاليفورنيا، المكسيك، والبحر الأبيض المتوسط. ماذا يأكل؟ القرش الأبيض الكبير من أكلة اللحوم، فهو يأكل الأسماك والفقمات وأحياناً الحيتان الصغيرة. يحب التسلل من أسفل فريسته ثم يفاجئها بعضة قوية. لكن لا تقلق، أسماك القرش لا تحب أكل البشر، عادة ما تخلط بين السباحين والفقمات. أهمية القرش في المحيط. هل تعلم أن أسماك القرش مهمة جدا للمحيط؟ فهي تحافظ على صحته وتضمن توازن النظام البيئي البحري. للأسف العديد من أسماك القرش الأبيض الكبير معرضة للخطر بسبب الصيد الجائر والتلوث. لهذا السبب يجب علينا حماية المحيط وهذه المخلوقات الرائعة التي تعيش فيه. معلومات طريفة. هل تعلم أن القرش الأبيض الكبير تنمو له أكثر من 20,000 سن خلال حياته؟ كلما سقطت واحدة يتم استبدالها. هل تعلم أن القرش موجود منذ ملايين السنين حتى قبل اختفاء الديناصورات؟ يمكن للقرش الأبيض أن يسبح بسرعة تصل إلى 50 كم في الساعة. يا لها من سرعة فائقة. يمكن أن تعيش أسماك القرش الأبيض الكبير 70 عاماً أو أكثر، وهذا ما يقارب معدل الإنسان. خلال النوم سمك القرش لا يتوقف عن السباحة، وهذا لاستمرار تدفق الماء عبر خياشيمه للتنفس. أصبحنا نعرف الكثير عن القرش الأبيض، نتمنى أنكم قضيتم وقتا ممتعا، نراكم في حلقة قادمة إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك، وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في رعاية الله وحفظه.